بالضبط كانت تنافسية شريفة، والحمد لله خذيتها بمعادل مشرف ومعناها شرفت عائلتي وفرحتهم على الاخر. انا فرحان بيه معادل على الاخر. اسمي إيهاب درعاوي، قريت في معهد مكثر بولاية سليانة، تحصلت على بكالوريا شعب التقنية على معدل 17.99 واشتركت في تكي عرض من الأخ. أنا من الأول قصيت في التروازية عرض سيلفر، قصيت شهرين ولا ثلاثة مات، ومن بعد فأنا عودت العام معناه. في عامي الأول ما كنتش مشتركتش في تكي، لكن اكتشفتها أبارتين معناها من صاحبي، أعمل طلة معناها وعجبني الكونتينيو. في عودت العام تاعي ثاني وليت اشتركت في عرض من الأول للآخر. الحق كنت متوقع حاجة كبيرة، أما الحمد لله الدار ما كانوش متوقعين إني باش نجيب 17.99، أما الحمد لله أنا فرحان به معادلة على الأخر. في فترة المراجعة فما معناها دو تيب نتاع التلامذة، فما اللي باش تروا تيب مش حتى دو تيب، فما اللي باش يمشي يقرا في تكي، وفما اللي باش يمشي يقرا لبرا، وفما اللي باش يقرا في تكي ويقرا لبرا، أكثر واحد هو باش يفشل باش يقرا في تكي ويقرا لبرا، خاطر برشا، وفي تكي يبدا البلانينج معبي على الآخر، النهار كله معبي، معناها كي باش تقرا لبرا وتقرا في تكي ماكش باش تلحق على الاثنين، أنا اخترت إني نقرا معناها في تكي في الريفيزيون، خاطر زاد باش تقرا لبرا فكش موسيت هذيك ويبقى التلميذ ماشي جاي ماشي جاي ماشي جاي ويبدو البروفيت ورا بعضهم، معناها مش باش يستوعب شيء الحق. كي يبدا يقرا في تكي يبدا معناه في الدار في اقل عقل، وحتى الفيديو اللي ما يلحقلوش عنده ريبلاي معناه يتفرج في اقل عقله معناه، وكل شيء يكون مريقل. بالنسبه للدار باش تكون بيريود هو أو من اول باك الليل، انا العام الاول الليل والعام الثاني ادل المد الليل معناه مغادي صفا معناه تعديت، والدار وقفوا معايا ويعطيهم الصحه على الاخر. نهار ريزولتا نستنوا فيها معناه من الصباح، انا في بالي باش تعطي 10:30 خاطر هبطوا وقتها، قرار كذب معناها اللي باش تعطي الريزولتا 10:30، ولي طلعت القهوة، بقيت في القهوة، وأنا معناها في القهوة سمعت بوب حذايا، رجل كبير معناها، كلمته بنته ظهر لي ولا هو أعلم، قال هي خنجحتي ب 12، وفرح، أنا معناها قلت الريزولتا طلعت، وليت هبط نجري للدار، كي هبط نجري للدار خرجت أمها تزغرت ونجحت معناها بالمقبلية والحمد لله، أنا من الأول هي تزغرت وتقول لي نجحت، وأنا نقول لها معناها نعرف نجحت أما قدايا معناها إني نجري على النقط. كي جت النوت الحمد لله انا فرحت على الاخر معناها معاه ديجا نلقى جيراننا معناها والناس كل في الدار قبل ما انا حتى نجي وقبل ما انا ما في بالي انا هابط وقتها. انا مش نعطيهم نصيحتين، مش نصيحه واحده، النصيحه الاولى انت كان باش تقص في تكي من غير ما تقرا ايتوديت البر، هذه نصيحه الاولى معناها راك باش تقرا ايتوديت البر راك باش تولي بالحق تتشتت على الاخر وماكش باش تفهم شيء وباش تصير لك معناها اون كومبرومون تاع معلومات. وكي تاخو المندريش كي تاخو انفورماسيون خذها من عند حد برك، رد بالك معناها لا تتعدد المصادر خاطر كل بروف عنده ميثود معناها يخدم بها وكله مصحاح. النصيحه الثانيه لو كان معناها تبدا انت هذه مش ماكمش باش تسمعوها معناها تبدا فصل الباك تعدي ودخلت بعضك، انا صارت لي في دوار الماط دخلت بعضي جمله، احسن حاجه تعملها في الوقت هذاك تخرج الفيستير، احسن حاجه تمشي الفيستير تغسل وجهك في اقل عقلك وترجع، تضيع درج ولا تضيع معناها دوار كامل ذاك تبدا مربوط وتدخلوا بعضه، تنجم تخرج درج درجين ترتاح في اقل عقلك تبل وجهك معناها وتنجم تشرب شربة ماء وترجع في اقل عقلك. اليز احسن مما تبدا في وسط الدوار هكاك تشتت ودوار كامل تعديه وانت بنفس الريتم معناها. كيبدا جروب باهي معناها وقايم على القرايه نورمال، لكن كيبدا جروب معناها فيه برشا عباد نتصور حكايه فارغه، انا قررت اني نغيب صحتي الحق. الحق نبقى نحب نبقى في تونس، ومعناها عندي فكره اني نعمل دوبل ديبلوم يسموه، تقرا معناها في تونس وأمام طون بعد تخرج تقرا لبرا. فاكولتي ايبوك